عبد العزيز القرني، شاهدنا المواجهات اللي راح تكون مستقبلا ما بين الأندية وتحديدا بكره ضمك والشباب، توقعاتك لها؟ بشكل عام يا اخوي عبد الرحمن، يعني ما شاهدنا الموسم الماضي الفيصلي وقبله التعاون من تحقيق البطوله ووصول الفيصلي كذلك سابقا، هذا اصبح حافز لكل الانديه اللي يعني ما هي مرشحه بشكل مباشر لتحقيق البطوله، هذا اصبح حافز لها انها ممكن وتقدر توصل وتقدر تحقق البطوله. مباراه غدا الضمك والشباب حتكون مباراه قويه ومباراه صعبه على الفريقين، ولكن أرى ممكن ضمك ممكن يحدث المفاجأة بكرة ويخرج الشباب. وهذه المقارنة اللي قاعد نشوفها قدامك عبد العزيز ما بين زيلايا وإيجالو، 13 مباراة اللي لكلا المهاجمين، 8 أهداف لزيلايا، 9 أهداف لإيجالو، تكلم عن صناعة الفرص وهم متساويين فيها ب 10 أهداف، طبعا تسديدات على المرمى 13 و18، زيلايا 13 و18 إيجالو، مراوغات ناجحة بالنسبة لزيلايا واحدة 10 إيجالو، أرقام تعطي الاثنين قوة هجومية بصراحة بالنسبة للفريقين. بلا شك يعني من أميز المهاجمين في على مستوى الدوري هذا الموسم يتقالوا زيلايا من الموسم الماضي واللي قبله، وصراحة يعني هذول الاسمين يعطون قوة هجومية لأي فريق يتواجدون فيه. مباراة غدا يعني مباراة وسط الملعب بتكون أكثر، لأن الفريقين دفاعيا ما بفصل الامور فنيه، لكن دفاع الفريقين قوي في المباريات الماضيه، فالمباراه حتكون يعني صعبه جدا، حتى اتوقع يعني الفائز فيها سيكون فائز يعني هدف او ممكن حتى توصل لابعد ما ابعد من الشمال، يعني ركلات ترجيح او اشواط. مين بالاخير يفوز؟ ضمك. علي مين اللي بيفوز؟ الشباب. عبد الله. طيب عبد الله برجع عندك.